التاسعة صباحا السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم. تستضيف مصر غدا الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار استكمال الجهود المصرية لحل حالة الأزمة في السودان وبحث سبل وقف الصراع المسلح. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، يهدف المؤتمر إلى تجنيب السودان الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة لدول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وفي مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على إزالة كل القيود أمام الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تتوسع في منح الحوافز لدعم وتشجيع القطاع الخاص، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة على الأقل 20% سنويا من الصادرات. أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن القيادة السياسية وجهت منذ توليها مقاليد البلاد بتنمية الساحل الشمالي الغربي والبدء في إنشاء مدينة العالمين الجديدة في وقت قياسي وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمي. وخلال مؤتمر صحفي بشأن إطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة 2023، أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن الجمهورية الجديدة نجحت في تحويل هذه المنطقة الصحراوية إلى أهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر المتوسط. وتستضيف مدينة العالمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم الخميس ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة. جدير بالذكر أن الرعاة الرئيسيين لمهرجان العالمين هم البنك الأهلي المصري، البريد المصري، وشركات سيتييج للتطوير العقاري، وي للاتصالات، وحديد عز. قال سفير موسكو لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في فيلنيوس أظهرت عزم الحلف نشر مزيد من القوات على حدود روسيا. وأضاف أنتونوف أن التصريحات التي صدرت خلال قمة فيلنيوس أكدت أيضا وجود حملة مناهضة لروسيا داخل حلف الناتو الذي ألقى بكل موارده في الأزمة الأوكرانية ضد موسكو. أعربت بعثة الصين الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي عن معارضة ورفض بكين للأجزاء الواردة في بيان قمة الناتو المنعقدة في ليتوانيا والتي تناولت الصين. وقالت البعثة إن محتوى البيان المرتبط بالصين تضمن تناقضات وتجاهل العديد من الحقائق بشأن سياسات بكين. وشددت البعثة على أن الصين ستعمل بشكل ثابت على حماية السيادة والأمن ومصالحها التنموية، وتعارض بحزم تحرك الناتو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط طائرات التجسس الأمريكية التي تنتهك مجالها الجوي. ومن جانبها، اعتبرت وزارة الدفاع اليابانية التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بمثابة انتهاك للقرارات الأممية واستفزاز خطير، مرجحة سقوط الصاروخ بعد وقت قصير من إطلاقه في بحر اليابان.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات. جاءت الخطوة بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية على وشك أن يفيض، ولم ترد حتى الآن تقارير بشأن سقوط وفيات أو تسجيل إصابات في الولاية من جراء الأمطار. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة.